عم ينادي لي إلي كمان؟ رجعي لقيتها غمياني على الأرض. شبه غمياني؟ أوعيها مرتبة، خلينا نفوتها لجوا، لازم نغير لها أوعيها. حبيبتي أختي حبيبتي فطمة نايمة جنب الصوبية. شو نيمة برا؟ شكلها سخناني. لازم بالاول نغير لها اوعيها بسرعه. ست ميسر روحي جهزي لها تختها رجاء، وانت روح جيب لي كاسه مي. هلا بعطيها دواء ينزل الحراره. انت هون ما رح صار لها شيء اختي، ما هيك؟ رجليها مثل البوز. كريم تعا ساعدني شوي. فاطمه من امتى وانت هنيك؟ لمعي لمعي اختك بدها اياك ركوب. لك هي جيت. بس شو اللي نيمك برا؟ فاطمة خدي، أنا جبت لك مي، خدي اشربي. لا معي. فاطمة أختي الحمد لله الحمد لله. أوه بدني بدلولها أوعية. أنا طالع هلا بساوي لك شوربة بتشربيها سخنة وفورا بتصيبي. كريم تروح جيب لنا الدكتور بسرعة. مع أساس أنت حكيمة، تفضلي عالجيها. لا لازم يفحصها شي دكتور، وضعها صعب كتير. كريم شكرا لك، شكرا كريم. انا ما عملت شي. انت اللي لقيتها لاختي لحالها رجعت لهون. يسلموا شكرا لك. لا تتركها لحالها، رح جيب دكتور واجي. طيب لا تتاخر ماشي، جيب الدكتور ورجع.